كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شهدت قاعات سيما الروكسي اليوم الجمعة افتتاح الدورة 20 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، والذي ينظمه المركز السينمائي المغربي من 4 إلى 9 مارس. طبعا يعني هذا المهرجان في الدورة 20 هو حدث سينمائي بامتياز، وهو مهرجان من أهم المهرجانات السينمائية، يكرم العديد من الشخصيات الذين أثروا السينما المغربية. طبعا اليوم كذلك كان هناك مسابقات للعديد من الأفلام الوطنية، ولكن نعتقد جميعا على أن السينما المغربية تعيش دينامية جديدة، سواء على مستوى الوزارة من خلال قانون جديد للمركز السينمائي المغربي، قانون جديد للصناعة السينمائية، رفع من الدعم للإنتاج الوطني لهذه السنة 2018 وصل إلى 75 مليون درهم. كذلك هذه اللحظة السينمائية بامتياز، أعتقد بأنه لا بد كذلك أن نواكب التحولات المجتمعية والتحولات العالمية على مستوى التكنولوجيا خصوصا في المجال السينمائي. وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاتصال والثقافة السيد محمد الأعرج وثلة من الفنانين المغاربة، كما عرفت تقديم الأفلام القصيرة والطويلة المشاركة في المسابقة ولجنة التحكيم التي ستشرف على تقييم الأفلام. واختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم الفنانة زهور سليماني. تكريم اليوم دين طنجة فهو اعتراف، شكرا للمركز السينمائي، شكرا لمدير المركز السينمائي السيد الفاسي فهري، شكرا للسيد الوزير، شكرا لكاع الناس اللي فكرت وقالت غادي نكرموا زهور سليماني، فانا كنقول لهم شكرا لهم، وتنحيي جميع المغاربه وكنحييكم انتم كذلك، تحيه لكم، شكرا بزاف بزاف بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.